بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. جميل عزيزي المشاهد أن تقرأ هذه الآية في كتاب الله، والأجمل أن تقع في صدرك وأن تقع في قلبك فيلهج لسانك بهذا الدعاء: اللهم دلنا على من يدلنا عليك، اللهم دلنا على من يدلنا على فعل الخيرات، وأن نسلك معا هذه الطرق في الخير. فأهلا بكم في هذا البرنامج. أما بعد، هذه الدعوة لتوصيل المياه بين قوسين وصلات المياه في القرى المحتاجة إلى ذلك، في دعوة ونداء يطلقها أو تطلقها مؤسسة نبض الحياة التي تنبض بالخير وبالحياة. أهلا بكم. مشروع سقيا الماء من نبض الحياة، هنوصل المياه بمساعدتكم لكل بيت، وزي ما كنتم دايما أبطال نبض الحياة هنرسم ليكم البسمة على وشوش الألاف، وكل ما هتيجي تشرب هتفتكر إنك ساهمت في سد عطش إنسان زيك. ساهم في حمل سقيا الماء بسهم قيمته 1000 جنيه لتوصيل خط مياه رئيسي أو توصيل مياه لبيت محتاج وعطشان بقيمة 3000 جنيه، وممكن تساعد بأي مبلغ تقدر عليه، ولأن سقيا الماء أفضل الصدقة ساهم مع نبض الحياة في حفر بير. تكلفة حفر البير 25000 جنيه، واعرف إن أي جنيه هيكون لي دور. للتبرع لحملة سقيا الماء من أي مكتب بريد في مصر 02-04-11-3000-13-58-18. بفضل تبرعاتكم قدرنا نوصل الفرحة لناس كتير. لكن لسه في ناس كتير محتاجة الفرحة دي. اتصل دلوقتي وساهم مع نبض الحياة. من أول ما بدأت حملة سقيا الماء من مؤسسة نبض الحياة، وهي بتلف من محافظة لمحافظة ومن قرية لقرية علشان توفر المية النظيفة لكل محتاج، سواء عن طريق تركيب وصلات المية أو حفر آبار التخزين أو حفر الآبار الارتوازية أو عمل محطات تحلية للمية. وصلات المية اللي وصل عددها ل 2500 وصلة. أما عدد إجمالي الآبار اللي حفرناها فكان 320 بير. وما زالت حملة سقيا الماء من نبض الحياة بتواصل جهودها علشان نوصل لكل محتاج مياه نظيفة وآمنة. للتبرع لحملة سقيا الماء من أي مكتب بريد في مصر 02-04-11-3000-13-58-18. بفضل تبرعاتكم قدرنا نوصل الفرحة لناس كتير. لكن لسه في ناس كتير محتاجة الفرحة دي. اتصل دلوقتي وساهم مع نبض الحياة. أهلا بحضراتكم من جديد، ومعا نكمل هذا المشوار ونتواصل مع حضراتكم من خلال هذه الأرقام الموجودة على الشاشة للاتصال ثم التواصل بمؤسسة نبض الحياة. في مستهل هذه الحلقة اسمحوا لي أرحب بالشيخ أحمد ممدوح الداعية الإسلامي. شيخ أحمد أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ حسن. طبعا النهاردة الحلقة يعني نشير للسادة المشاهدين بأنها عن وصلات المياه،
من عن هذه الحملة والحملات المتنوعة لمؤسسة نبض الحياة وتحديدا في قرية الكفاح بالإسكندرية. شيخ أحمد خلينا يعني دايما بنقول تعالوا نفهم أكتر وأكتر، احنا محتاجين كل يوم نذكر أنفسنا ونذكر الناس بما ينبغي أن يكون عليه المجتمع بشكل في ترابط في العرى وثيقة جدا جدا جدا. الصدقة، وإحنا بنتكلم عن الصدقة ودايما في مقاصد للمعاملات في الإسلام، في مقاصد للطاعة في الإسلام، يعني جزء من الطاعة مهم جدا هو إعادة العلاقة بينك وبين الناس، بينك بين بعد أن تكون علاقتك بينك وبين ربك، ثم علاقتك بينك وبين نفسك، وبعد علاقتك بينك وبين الناس. مقاصد الصدقة في هذا التشريع الذي هو صالح لكل زمان ومكان. في البداية الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد يمكن حضرتك صلى الله عليه وسلم يمكن حضرتك أستاذ حسن أشرت إشارة رائقة إلى أن العبادة أو الصدقات أو الطاعة أو الطاعات أيوة. وهو معنى واسع طبعا طبعا. هذا العمل له سمات وله درجات، وأنا عايز من خلال مؤسسة نبض الحياة وأنا بوجه رسالة في بداية اللقاء ويمكن رسالة سريعة شوية، أنا بقول إحنا مفهومنا أو رسالتنا للناس وفاعل الخير مش الصدقة بس. مال إيه؟ الصدقة ده معنى كبير، وإن أنا أخذ من الغني أدي للفقير أو المحتاج ده شيء عظيم جدا وثوابه كبير عند ربنا سبحانه وتعالى وجزاؤه جزيل من الله عز وجل. لكن أنا عايز بقى لما نتكلم ناخد مضامين شرعية وآيات قرآنية وأحاديث نبوية ونتعلم من الهدي القرآني ونبدأ ناخدها كده واحدة واحدة ونشوف ربنا لما أمرني بالصدقة قال لي أدي للفقير وبس عشان اخد ثواب ان انا اعطيت لمحتاج، ولا في معنى تاني مهم؟ طيب نبدا الاول ونقول يعني ايه مقصد. اصل انا لما اقول للمشاهد مقاصد الصدقه يقول لي يعني ايه مقاصد، يعني ايه المقاصد ممكن الصدقة؟ يعني اسالك سؤال بشكل الصدقة. تاني واشوف الشيخ احمد هيوافقني ولا، هي ايه اهداف الصدقه بالظبط؟ يعني ايه اهداف؟ يعني حوش بكلمة مقاصد نحط اهداف بقى، يبقى التارجت بتاعنا، يبقى احنا فسرنا، يبقى انت حضرتك انت باختصار فسرت يعني ايه مقاصد الصدقة. مقاصد الصدقة او مقصد الصدقات الغايات او الاهداف التي من اجلها شرع الله الصدقات. يبقى انا وضحت المعنى باختصار، انا بدي للفقير، لكن قبل ما ادي للفقير العبادة العبودية اللي انا بعملها، العمل اللي انا بعمله ده في عبودية لربنا سبحانه وتعالى. يبقى أول مقصد من مقاصد الصدقة تحقيق عبودية الله عز وجل. من دلالات ما قاله الآن فضيلة الشيخ أحمد ممدوح أن تعبد الله كما يريد لا كما تريد، ومن خلال هذا العطايا والفيوضات، فيوضات إلهية وعطايا لا عد لها ولا حصر. خلينا دلوقتي نروح للتقرير اللي معانا من قرية الكفاح بالأسكندرية ونشوف يعني معاناة أهل قرية الكفاح بالتفاصيل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. النهارده جايين في قرية الكفاح في محافظة الأسكندرية، جايين نلبي احتياجات 50 أسرة، 50 بيت. عارفين يعني ايه 50 أسرة؟ يعني جد وجدة وأم وأولاد كلهم بيعانوا من نفس المشكلة وهي أساسيات الحياة وأهمهم المي. كلهم قالوا لنا تعالوا شوفوا بيوتنا عاملة ازاي، تعالوا شوفوا ستاتنا الجدعان ازاي بيشيلوا المية على كتفهم ويروحوا يملوها من عند جيرانهم ويرجعوا. كل ده هنشوفه النهارده في قرية الكفاح في محافظة الأسكندرية مع مؤسسة نبض الحياة. تعالوا نشوف البيوت عاملة ازاي.
على دراعنا من سنين مش من النهارده بصراحه، من زمان من قبل ما توفى ابويا كمان شغالي. النهارده معانا ام احمد. ام احمد ست جدعه قوي وست بميت راجل زي ما بنقول، ست هي اللي بتعول اسرتها كلها، والست دي بتشتغل بايديها في الارض، ست بميت راجل. اشتغل فلاح في الغيط، بشيل كرنب وازرع ذره، ازرع اي حاجه في الارض. الحمد لله ربنا نعم علينا ان فينا صحه نجيب اليوميه. قولي لي ايه مشكله الميه اللي انتوا بتعانوا منها هنا؟ ما عندناش اصلا ميه. انت قلت لي لا ميه ولا كهرباء. ولا ميه ولا نور اساسا. طيب انتوا بتعملوا ايه عشان تجيبوا الميه؟ بنجيب من عند جيراننا، من عند اخويا، من هنا من هنا من اي حته. يعني انت بتبقي شقيانه طول النهار وانت بتصحي كده من الساعه؟ امال هنشربه منين؟ قولي لي كده وصلت الميه بتكلفكم قد ايه هنا؟ ولسه لغايه دلوقتي ما عملتهاش ليه؟ والله ما معيش فلوس، تبقى غالية عليا 7000 6000، ده حاجة تبع المقايسة اللي هما بياخدوها مثلا أو حاجة. أنتوا محتاجين إيه هنا غير المية؟ إحنا كده الحمد لله، إحنا عايشين خلاص عسل الحياة يعني. الحمد لله كده عسل كده، إحنا عايزين نور والمية بس. كده بكل اهل الخير هيساعدوكوا في الموضوع ده، وربنا هيبقوا بخاطركوا قوي. عايزاكي تقولي كلمه لكل اهل الخير. اقول لهم ربنا يخليكوا وربنا يخليكوا الخير على طول. ربنا يكرمك والله العظيم، يخليكوا الخير على طول وتكبروا كل الوقت. وده نموذج في قريه الكفاح لست جدعه تستاهل كلنا نقف جنبها ودايما في طريق الخير مع مؤسسه نبض الحياه. اهلا بحضراتكم مره تانية، واديكم شفتوا يعني قريه الكفاح، تفاصيل زوايا مختلفه للرؤيه. يمكن الشيخ احمد قد ايه يعني من خلال تواجد مؤسسه نبض الحياه ورصد كل ما يريده المحتاجون هناك في هذه القريه، يعني مزيد من التفاصيل انتوا اللي بتشوفوا بتروحوا، وبعد كده يعني نقول للساده المتبرعين الساده المتصدقين اهل الخير اهلا بحضراتكم دايما في التواصل معانا عشان من اجل هؤلاء الناس. يمكن التقرير زي حضرتك ما شفت وزي الساده المشاهدين ما شافوا بيوضح الصوره، وهي غنيه عن اي كلام احنا نقدر نقول. وشفنا الاخت والامهات واهل القريه في قريه الكفاح مركز النوريه محافظه اسكندريه، وشفنا مدى احتياجهم. لما بننزل مكان مش ان احنا بننزل كده وخلاص، لا، ده بتبقى فيه ترتيبات كتيرة قبل ما بنبدأ ان احنا نفكر ان احنا نوصل لهم. يعني في نبض الحياة بتمشي بمعايير وبتمشي بتسلك الطرق الشرعية، وبتبدأ ان هي تبحث وتعمل دراسة جدوى وتشوف المكان اللي هم هينزلوا ليه المكان ده يستحق ولا ما يستحقش. أيوة. وبالتالي لما بدلنا نداءات إخواتنا دي المعاينة يعني المعاينة تقصي كل الحقائق، وبنلاقي أهل الخير دايما يدلونا برضو يقولوا لنا إن في المكان الفلاني ده محتاج. فبنبدأ إحنا في نبض الحياة نبدأ ننزل على أرض الواقع ونشوف المكان، هل فعلا الناس دي محتاجة ولا لا، الناس دي تستحق المساعدة ولا لا. انت مؤتمن على أنا ذلك مؤتمن. يعني. نعم. والمصداقية والشفافية. نعم. فبنبدأ ننزل ونشوف ونرجع كمان للجهات المعنية زي شركة المية وغيره، ونتكلم معاهم ونشوف الناس دي فعلا محتاجة قد ايه ومعاناتهم بقالها قد ايه، ونبدأ نعمل ابحاث اجتماعيه. يعني المؤسسه نفسها هي اللي بتعملها. مع مين بقى الابحاث دي؟ الابحاث مع الجهات والدراسات دي كلها دراسات
يعني من كذا جهه. نعم، مع شركه الميه من اتجاه، ايوه، ومع الشؤون الاجتماعيه من اتجاه، ايوه، وبتنزل تشوف كمان على الطبيعه وتسمع المؤسسه نفسها. المؤسسه نفسها مش بتبعت مندوب ولا اتنين، ده بتبعت مندوب واتنين وتلاته ينزلوا يعينوا على الطبيعه، وتبدا المؤسسه سواء من اول الاستاذ اسلام امين المدير التنفيذي لكل القائمين على هذا العمل، يبداوا ان هم ينزلوا يتكلموا مع الناس ويسمعوا منهم ويشوفوا بقى، يدخلوا البيوت ويتكلموا مع الناس ويشوفوا قد ايه الناس دي محتاجة للمساعدة. من خلال كده، من خلال الصورة اللي احنا شرحناها دي، بتنزل بقى المساعدة المؤسسة تصور مع الناس وتسمع لهم وتنقل الصورة لأهل الخير اللي دايما دايما بيكونوا عند حسن الظن. وهتشوفوا مشايخنا وتشوفوا الأستاذ إسلام أمين المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة موجودين في قلب التقارير، في قلب الأماكن، بينقلوا يعني اللي يقدروا ينقلوه، لأن الصورة أوسع من عدسات الكاميرا، التفاصيل كتيرة جدا جدا. فبنحاول قدر الإمكان ننقل لكم الأبعاد، أبعاد المشكلة. شيخ أحمد، وإحنا بنتكلم على الأهداف، أهداف الصدقة، لكي نشارك فعلا في حل مثل هذه المشاكل، وبمشاركة حقيقية للحكومة اللي بتبذل قصارى الجهد وبتعمل الوصلات الأساسية، وبتيجي مؤسسة المجتمع المدني، مؤسسة نبض الحياة واحدة من هذه المؤسسات العاملة اللي بتعرف توصل الأماكن دي، بتعرف تتواصل مع الناس وبتوري المشكلة للسادة المشاهدين، للسادة المتبرعين، للسادة المتصدقين، لأهل الخير اللي هم هيتصلوا دلوقتي، اللي هنسمع رنات تليفوناتهم على طول بشكل مستمر عشان نقدر نحل المشكلات دي، مش كده ولا ايه؟ احنا بنقول احنا دايما ماشيين ايد بايد، يدا بيد مع الحكومة ومع الدولة اللي ما بتتأخرش عننا، ودايما بتقدم لنا كمان احنا كمؤسسات مجتمع مدني ايد المساعدة. يعني ان هي ما بتبقاش عائق لنا واحنا بنساعد الناس في عمل الخير. يعني لما بننزل زي ما بنشوف مثلا عشان نوصل للناس وصلات مية، ونلاقي خطوط رئيسية الدولة عاملاها، بس الأسر دي من شدة الحاجة مش قادرة تعمل الدور بتاعها، هي تعمل الدور بتاعها، أيوة. فإذن الدولة قايمة بالدور بتاعها، لأن كل واحد يبني بيت هو اللي هيكمل يجيب الوسطة بتاعته بالزبط. يعني ولكن الأسر دي عشان ظروفها فمش قادرة ان هي تعمل وصلات المية، فبنبدأ احنا نحاول ان احنا نزلل العقبات دي لهذه الأسر، فعايزين نوصل لهم وصلات، فبنبدأ نخبط على الباب على الحكومة ونقول لهم احنا عايزين نوصل للناس دي، بس الناس دي ظروفها مش قادرة. طيب ايه اللي تقدروا ان انتوا تقدموه لنا؟ فهم كمان بيساعدونا ويقولوا لنا الوصلة قيمتها تقريبا من 7000 ل 10000 جنيه، لا احنا كمان هنقوم بالدور بتاعنا معاكم، بما ان انتوا بتقوموا بعمل الخير احنا كمان هنشارك معاكم فيه وهنقلل قيمة الوصلة، فبالتالي الوصلة بالعداد بدل ما قيمتها 7000 جنيه وممكن تزيد لعشرة، توصل ل10000 جنيه، توصل لعشرة حسب بعد المسافة، بعد المكان. نعم. هتوصل بعد البروتوكول ومع بين مؤسسة نبض الحياة وبين شركة المية اللي بتذلل الصعاب وبتحاول قدر الاستطاعة انها تخفف المعاناة بالشراكة ما بينها وبين مؤسسة المجتمع المدني. نعم. هنعرف بعض التفاصيل وأزيد بعد التقرير اللي هنشوفه دلوقتي. النهاردة احنا في قرية الكفاح في اسكندرية، وبنشوف بيوت جديدة وحالات جديدة علينا. يمكن احنا في اسكندرية دايما بنروح بنقول ده مصيف ودي حاجة رفاهية بالنسبة لنا، في ناس في اسكندرية قرى بحالها مش وصل لها مية. فالنهاردة هنشوف معانا الأستاذ عايد هيقول لنا ايه المشكلة الكبيرة قوي عندهم في أساس الحياة وهو المية. والله في ناس ياما مش مدخلة مية، فبيروح يملى ميه من مسافات بعيده. طب وليه انتوا مش واصل لكم ميه هنا؟ الميه واصله بس اللي معاه يوصل، اللي معهوش ما. طب وانتوا ليه ما حاولتوش تجمعوا وتعملوا وصلات ميه هنا؟ ما هي الوصلات شغاله بس العداد غالي. العداد بكام تقريبا؟ يعني 7-6. وانتوا امكانياتكم لا تسمح بكده؟ لا تسمحش، انا شغال بالميه.
مؤسسة نبض الحياة عملت اتفاقية يعني من أروع الاتفاقيات اللي ممكن الواحد يشوفها، اللي هي بتخفف على الناس ده بدل ما بيدفعوا سبعة والأرقام 7000 تقريبا، لو حد عاوز يوصل شويان حياة للناس دي بيدفع 3000 جنيه بالمؤسسة، المؤسسة بتروح توديها للشركة والشركة بتوصل لهم وصلات المية وبتوفر لهم شويان حياة جديدة. طيب أنا عايزك توجه كده كلمة لأهل الخير اللي هم يساهموا في العدادات، وقد إيه هم هيفرحوكم بموضوع العدادات. ربنا يجبرهم رب كده ويدوم على دنيتهم يا رب. طبعا ظروف الدنيا متعبلة، وإن شاء الله أنا واثقة في كل الناس وواثقة لأهل الخير هيعملوا وصلات المياه دي في أقرب وقت ممكن مع مؤسسة نبض الحياة. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وطبعا مزيد من التقارير، ودايما هتلاقوا التقارير موجودة عندنا وبكثرة، وهنكرر المشاهد كتير عشان تقدروا يعني اللي يمكن في حد ما بدأش الحلقة من الأول، لا جه في نص الحلقة فيلاقي التقارير ويعرف التفاصيل ويعرف إيه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. شيخ أحمد، ربما تتكلف الوصلة اللي هو أنا بنيت بيت وعايز أعمل وصلة مية من المصدر الرئيسي اللي عملته شركة المية، فكل واحد طبعا في بيته حسب البعد أو القرب فبتتراوح ما بين 7 ل 10 آلاف. نعم، الوصلة قيمتها الحقيقية علشان المواطن يقدر أنه يوصل عداد بيدفع تكلفة من 7000 ل 10000 جنيه، وده مبلغ يمكن في بعض الناس ممكن تشوف أنه مبلغ قليل، ولكن على الظروف اللي احنا شفناها دي ده مبلغ كبير جدا، لان الناس ظروفها فعلا مش هقول ان هي تستحق ان احنا نعمل وصلة مية، بس ده تستحق ان احنا نشوف حاجات كتير عندهم. يعني شفنا بيوت زي حضرتك ما شفت، ما هي السيدة الكريمة نعم شوف البيت عامل ازاي، ومفيش حتى يعني اقل المقومات عشان البيت ده يقوم مش متوفرة، ابجديات الحياة نعم. اساسيات الحياة مش متوفرة فيه، بتيجي الضروريات نعم، بتيجي الشركة توفر لنا احنا كمان، بتسهل علينا وبتسهل كمان على اهل الخير ان هو يقدر ان هو يساعد ويشارك، وان هو كمان تعينه ان هو ان شاء الله لو عنده استعداد ان هو يعمل وصلة، لا ده بتوفر له ان هو يعمل وصلتين وثلاثة، بدل ما يعمل وصلة بسبعة تلاف لا بتخلي او بتقلل قيمة الوصلة لثلاث تلاف. شركة المية، شركة المية بتخلي قيمة الوصلة 3000 جنيه، وده لمؤسسة نبض الحياة. واحنا كمان بنقول وبنبعت رسالة من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج الكريم لكل السادة المشاهدين ان هم ينزلوا كمان على الطبيعة. يعني احنا دايما بيجي لنا مثلا متصلين من اسكندرية واحنا بنعرض في اسكندرية الصورة ديت، فهم مش شايفينها، مش متخيلين ان مثلا الكلام ده في اسكندرية، فبنقول لهم الصور دي في اسكندرية فعلا، والاماكن احنا بنقول في قرية كذا، وبنبعت المكان وبنقول احنتوا على استعداد او احنا على استعداد تام ان احنا نساعدكم تنزلوا تشوفوا الاماكن، ولو انت عايز تدفع انت بنفسك ادفع بنفسك من خلالنا علشان نوفر عليك المبلغ الكبير ده، وعشان يعني الخطوات كلها انت تبقى موجود، ويعني يتم التنفيذ من خلال المؤسسة بوجودك، تعرف الأحوال، تعرف قد إيه المؤسسة بتبذل هذا الجهد الكبير عشان في الآخر الثلاث آلاف جنيه اللي مش قادر الأهالي اللي احنا بنشوفهم في التقرير يدفعوا الثلاث آلاف جنيه حضرتك اللي بتدفعها من خلال مؤسسة نبض الحياة. بالضبط، وكمان ده أنا ببعت رسالة ومتأكد من كده، والكلام ده بيحصل معنا كتير. يعني معنا متبرعين ينزل هو عايز يشارك بوصلة، فلما يشوف الظروف قدامه لا ده بيشارك باثنين وثلاثة ويمكن خمسة وعشرة، ويبقى هو رسولنا لأهل الخير اللي هم من أصدقائه وأقربائه اللي عندهم قدر ربنا موسع عليهم، فيجيب لنا متبرع واثنين وثلاثة لأنه شاب عينيه. نعم، لأنه شاب عينيه، وطبعا ليس من رأى كمن سمع. فلما بيشوف بعينيه وبيشوف ظروف الناس وبيشوف احتياجات الناس فبيبقى متعاطف مع أهل، مع هؤلاء الناس إخواننا هؤلاء، وبيقدم بقى كل ما في وسعه وفي استطاعته ان هو ايه، ان هو يذلل هذه العقبة. فبنشوف الكلام ده على الطبيعة، وبنشوف قد ايه الناس مش محتاجة ان احنا نتأخر عنهم دقيقة.
يعني انا وانا بسمع وانا بشاهد التقرير مع حضرتك شفت قد ايه الرضا على هذه السيدة الفاضلة. رضا مع انها رضا. يعني في احتياجات ضرورية البيت عايزها، ويمكن في سياق الكلام بتاعها وانفكركم بيه اكتر من مرة، عشان قد ايه لازم يبقى فيه سرعة المبادرة. خلونا نروح الفاصل القصير ونرجع لحضراتكم، خليكم معانا. من أول ما بدأت حملة سقيا الماء من مؤسسة نبض الحياة وهي بتلف من محافظة لمحافظة ومن قرية لقرية علشان توفر المية النظيفة لكل محتاج، سواء عن طريق تركيب وصلات المية أو حفر آبار التخزين أو حفر الآبار الارتوازية أو عمل محطات تحلية للمية. وصلات المية اللي وصل عددها ل 2500 وصلة، أما عدد إجمالي الآبار اللي حفرناها فكان 320 بير. وما زالت حملة سقيا الماء من نبض الحياة بتواصل جهودها علشان نوصل لكل محتاج مياه نظيفة وآمنة. للتبرع لحملة سقيا الماء من أي مكتب بريد في مصر 02-04-11-3000-13-58-18. بفضل تبرعاتكم قدرنا نوصل الفرحة لناس كتير. لكن لسه في ناس كتير محتاجة الفرحة دي. اتصل دلوقتي وساهم مع نبض الحياة. مشروع سقيا الماء من نبض الحياة، هنوصل المياه بمساعدتكم لكل بيت، وزي ما كنتم دايما أبطال نبض الحياة هنرسم ليكم البسمة على وشوش الألاف، وكل ما هتيجي تشرب هتفتكر إنك ساهمت في سد عطش إنسان زيك. ساهم في حملة سقيا الماء بسهم قيمته 1000 جنيه لتوصيل خط مياه رئيسي أو توصيل مياه لبيت محتاج وعطشان بقيمة 3000 جنيه، وممكن تساعد بأي مبلغ تقدر عليه. ولأن سقيا الماء أفضل الصدقة، ساهم مع نبض الحياة في حفر بير تكلفة حفر البير 25000 جنيه، واعرف إن أي جنيه هيكون لي دور. للتبرع لحملة سقيا الماء من أي مكتب بريد في مصر 02-04-11-3000-13-58-18. حضراتكم ونرجع لفضل الشيخ أحمد. شيخ أحمد، وإحنا بنتكلم عن أهداف الصدقة والصدقات وكيف نبذل هذه الصدقات وتروح في أماكنها، يعني ما أنا ممكن أتصرف وأوزع الصدقة، أدي الصدقة لأي حد بشكل فردي، ولكن عن طريق المؤسسة لا، الدوائر بتتسع والرؤية بتشمل حاجات مهمة جدا ربما أنا على مستوى فردي أو على مستوى شخصي ما أقدرش أوصلها أو مش شايفها. فيعني ثوابي في اللي أنا عملته دلوقتي بشكل شخصي هاخد ثواب، بس هيتعاضب ويبقى مستمر ويدخل في إطار الصدقة الجارية سواء ليا أو لغيري حي أو ميت، بالشكل اللي من خلال البرامج اللي بتحطها المؤسسة زي مؤسسة نبض الحياة. يمكن أنا عايز أستلهم من كلام حضرتك وأرجع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن مفهوم الصدقة في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبض الحياة بتحط قدوة لها وهي ماشية في طريقها في العمل الخير. منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، منهج سيدنا رسول الله في الصدقات. في الصدقات. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما لما ربنا سبحانه وتعالى أمر بالزكوات وأمر بالصدقات ما سابش كل واحد يخرج الصدقة زي ما هو عايز. ليه؟ لأن رؤية الفرد هتبقى رؤية ضيقة مش واسعة، يعني أنا هستوعب عدد قد إيه وأنا بخرج الصدقة، واحد اتنين عشرة، عدد قليل، رؤية مهما كانت لا قريب مني عشان أعرف أوصله بالضبط. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ ياخد الصدقات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزعها هو
لأن عنده رؤية واسعة. صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما حبوا يطبقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع عملوا إيه؟ عملوا بيت مال المسلمين اللي قايم عليه مش فرد، اللي قايم عليه جماعة من كبار الصحابة عندهم رؤية واسعة لاحتياجات الناس. يعني هيئة أو مؤسسة؟ يعني نعم. شكل هيئات النهاردة أو المؤسسات؟ بالضبط. مؤسسة بيت المال. مؤسسة بيت المال منشئت في بدايات أو في أوائل ظهور الإسلام في بعد الهجرة، بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة بدأوا يطبقوها على أرض الواقع، فبدأت المؤسسات، وأنا عايز أقول بقى هي هسميها مش بيت المال، هسميها المؤسسات. صحيح. ولكن صحيح. في عهد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهم اللي جسدوا كل المعاني في التأسي والاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت ما تاخدش تدي للفقير بس، ده هي بقى بتطبق الآية الكريمة وبتتوسع، بتنظر المحتاج، بتنظر حاجات المسلمين. بدأت إن هي تنحو هذا المنح المبارك اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسى قواعده. فإذا أأكد على جزئية الرؤية الفردية والرؤية الجماعية أو رؤية المؤسسات. المؤسسات لما بتشتغل ما بتشتغلش على إن أنا من المكان الفلاني أو من الحي الفلاني أو من المدينة الفلانية بس، لا، ده بتحاول قدر الاستطاعة إن هي تبص مش على محيط القاهرة الكبرى، على محيط الإسكندرية ولا كده، لا، ده بتبص على القاهرة أو على مصر كلها، على أرجاء مصر كلها، من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب. علشان كده لما بنعرض في التقارير بنجيب قرية مثلا من إسكندرية، وقرية من الصعيد، قرية من الفيوم، قرية من الغربية، بنلاقي قرية من الفيوم، بنلاقي قرية بنلاقي أماكن كتيرة من مطروح. كل ده ليه؟ لأن احنا مش شغلنا ايه؟ مش شغلنا فردي. فبنشوف القرى الأكثر احتياجا ونبدأ ننزل لها، فبنوسع الخير، بنوسع الخير على كل الناس اللي محتاجين. نقطة. النقطة التانية ان كتير من القرى دي الناس ما بتبقاش عارفة عنها حاجة. يعني قرية مثلا زي دي الناس مش عارفة دي فين، والناس احتياجاتها فيها قد ايه. فلما بننزل ونصور معاهم وننقل الصورة للمشاهدين بنبدأ ان احنا نكشف هذا عن هذه القرية ونوضحها للناس ونقول لهم في المكان الفلاني ممكن واحد يكون قريب من اسكندرية وما بس ما يعرفش ومش واخد باله او لسه يعني المعلومة وصلوش، مفيش ادنى معلومة عن المكان. فالصورة بتوصلكم من خلال مؤسسة نبض الحياة على الشاشة يعني كما فيها بكل التفاصيل اللي فيها عشان تبقى الأمور واضحة تماما لحضراتكم. خلونا نروح لتقرير تاني معانا في الحلقة ونرجع لحضراتكم. لسه مكملين طريق الخير في قرية الكفاح في الإسكندرية. عايز أقول لكم اللي احنا دايما بنقول على أي حاجة صغيرة بتحصل لنا في حياتنا احنا عندنا ابتلاء، لكن النهاردة أنا شفت عيلة كاملة عندها ابتلاءات كتيرة قوي. الحاجة اللي أنا شفتها حلوة قوي في العيلة دي الرضا، بيقولوا على السراء والضراء الحمد لله. احنا النهاردة هنشوف الابتلاء اللي حصل لهم وازاي هم راضيين، وعايزين نكون ولو سبب بس بسيط قوي اللي احنا نكون واصله بينهم وبين اهلهم. هو ابراهيم اللي راح كان بيشتغل على اكل عيشه، بيشتغل ربنا كرمه وجيه في يوم المكنه كل الدرع زي ما انت شايفه كده. بعدها بحبه ابنه بيلعب في الشارع، عربيه عدت خبطته، مات يا دوبك ما وصلوش به العمليه ومات. ربنا افتكر عبده ومعاه احمد وحبيبي، لسه برضو اطفال كده في المدارس. وبيجي انتوا صبرتوا على الابتلاء ده ازاي وعملتوا ايه بعد ما ربنا اراد اللي ده يحصل؟ يعني ابنك دلوقتي بيشتغل او ما بيشتغلش؟ لا يعني ما بيشتغلش والله. اشتغل ازاي هو بايد واحده؟ ايوه
ما لو رجله هنقوله مثلا يعمل جهاز واشتغل بديل اتنين. طيب وانتوا عندكم حاجه تانية من اساسيات الحياه مش موجوده كمان؟ يعني انتوا ما شاء الله عليكم صابرين على الابتلاء الحمد لله. انتوا عندكم ابتلاء تاني اللي هو انتوا ما عندكمش ميه حلوه. ما عندناش مي، وعشان نروح الشركه عايزين مني 7-8 تلاف. طب هنجيبهم منين؟ عايزاه منكم ان تجيبوا عداد لابراهيم وربنا يقدركم على الخير وتقفوا جنبه بحاجه تصبوا له بيته وتساعدوه في حاجه. ده يعني رجاء منكم يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. انتوا دلوقتي كل المساعدات بتاعت اهل الخير هي اللي ممشيه الحياه معاكم دلوقتي؟ ايوه. لكن ربنا بقدر على حاجه بشوف من نفسه كده بيجيبها لحد البيت، ومش عايزين من ربنا الا تقفوا جنبنا بس وتساعدونا وتساعدوا الناس اللي ضعيفه زينا بس مش اكتر والله. يعني كفايه كلمه ام ابراهيم، كفايه بس تقفوا جنب الضعيف اللي زينا. هو انت يا ام ابراهيم انت مش ضعيفه، انت قويه بالله عز وجل، وان شاء الله يعني كل اهل الخير الحمد لله هيساعدوك ان انت تبقي احسن واقوى بالله عز وجل سبحانه وتعالى. احنا عاوزين بقى نقف جنب ام ابراهيم وابراهيم ونعينهم على الابتلاء ده، ونعينهم ازاي اللي هو نيسر الحاجه بتاعتهم ونيسر عليهم امور الدنيا. احنا عايزين نعمل لهم مشروع، عايزين نوصل لهم وصله ميه، عايزين نحسسهم ان الدنيا لسه بخير. وان شاء الله كل اهل الخير موجودين والخير في امه محمد الى يوم الدين. اهلا بحضراتكم من جديد. وبعض الاجابات اللي يعني في سياق التقرير من سيده اللي احنا شفناها، ويعني بتقول احنا عايشين على مساعدات اهل الخير وعندها اولادها مصابين او معاقين او متحدي الاعاقه يعني او ذوي القدرات الخاصه، يعني ايا كان الامر بالنسبه لها، الا انها كل حياتها على مساعدات اهل الخير. فقد ايه وجود هذه الصدقات، وجود هذه وجود اموال الزكاه، وهنشوف برضو لان في مظله شرعيه، في مظله قانونيه، في مظله بتمشي تحتها المؤسسه عشان تبقى ماشيه صح. نعم. يمكن شفنا الصوره والسيده وهي بتتكلم على قد ايه هي محتاجه، وقد ايه ان ظروفها يعني بتتطلب او بيتطلب من كل اهل الخير ان يقدموا لها ايد المساعده. لان هي مش صوره مثلا بنتكلم على حد فقير بس، ده انا بتكلم على حد فقير اقل سبل الحياه الطبيعيه مش متوفره عندهم، اللي عندها مش هنقول اولاد معاقين ولكن ذوي الاحتياجات الخاصه، فمحتاجين طبعا ان احنا نقدم لهم كمان المساعده. يمكن لو شفنا مثلا، لو تخيلنا مثلا ان ام زي دي عايزه تروح علشان تملى ميه وبتمشي مسافه طويله مثلا كيلو او 2 كيلو او يعني تقريبا، طيب اولادها دول تسيبهم ازاي ويؤدوا احتياجاتهم او اغراضهم الشخصيه ازاي؟ فبنلاقي الصوره يعني بتنطق تتسع، يعني الاحتياجات بتكتر، والموضوع مش مجرد وصلة مية بس، ده من زوايا مختلفة للصورة هتشوف حاجات كتيرة. يعني احنا لما اتكلمنا معاهم وقلنا لهم طيب ايه رأيكم ان احنا يعني نقدر ان احنا نعمل لكم ايه، فقالوا لنا ابسط حاجة ان انتوا توصلوا لنا مية، لان وصلة المية دي هتغنيهم عن حاجات كتيرة، هتقدر على الاقل ان هي تخف عن نفسها او عن الاسرة كلها عبء كتير كل يوم بيتكرر لها وبيتكرر للأولاد الأطفال الصغيرين، وحاجة ضرورية يعني مفيش غنى عنها لأي إنسان. ده أعباء. نعم. ده مجموع يعني أعباء كتير عليها. الحقيقة يعني يمكن كلنا بنتأثر لما بنشوف الحالات دي، وهي زي حضرتك ما قلت هو عبء كبير جدا عليهم، ولو عندهم اي مصدر للرفاهيه او ان هم يذللوا العقبه دي ما كانوش اتاخروا، كانوا عملوها.
كانوا رحموا نفسهم زي ما بنقول بالمعنى البسيط خالص عن ان هم يعانوا طول الفترة دي من عدم وجود وصلة مية. عشان كده انا بوجه رسالتي لاهل الخير، شفت الصورة ديت وتخيلوا الصورة دي او السيدة دي، مش هقول لك ام او اخت او بنت، لا جارتك، هتقدم لها ايد المساعدة ولا لا؟ جارك هتقدم له ايد المساعدة ولا لا؟ حد في امكانك انت تقدر تساعده وانت هتتأخر عنه ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى هو اللي وعدك انت يا فاعل الخير، وبيقول لك ليك انت، ربنا سبحانه وتعالى من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. المساعدة اللي انت هتقدمها لهم دلوقتي خلي عندك يقين وانت بتساعدهم عشان تفرج عنهم هذه الكربة وتنفس عنهم هذه الكربة، ربنا يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. وما أشق وما أصعب وما أعسر كربات يوم القيامة، أسأل الله أن ينجينا منها بحوله وقوته. وإحنا بنقول لحضراتكم هذا الكلام وبنذكركم بالآيات القرآنية وبالأحاديث الشريفة وبالمواقف وبمنهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لربما أكون سمعت الموضوع مرة واثنين ولكن لم يقع في قلبي، مع مرة واثنين وثلاثة واربعة ونشوف هنا ونشوف هناك، فإذا ما يقع الموضوع في قلبي فيرق قلبي، فتبدو الأحاسيس والمشاعر تتحرك، فيبقى في دافع لأن أبادر بحل مشكلة هؤلاء، فأتصل أو أروح أو آجي أو أقول للناس اللي حواليا، عشان أنا شايف بدلت الأدوار، بقيت بدل المحتاج وخليت المحتاج بدالي، فشفت المفترض يجب أتحرك إزاي، فروح متحرك بسرعة ومتصل وشايف قد إيه السرعة مهمة في هذه الحالة. نعم، يمكن احنا دلوقتي لما بنشوف المعاناة بتتكرر يوم واثنين، ولما بنصور معاهم ونلاقي ان المشكلة ديت مش مشكلة والدة اللحظة، يعني مش النهاردة ولا امبارح ولا من شهر ولا من سنة، لا ده مشكلة بقالها سنين ومتراكمة عندهم، وتخيل سنين مش قادرين يوجدوا حل للمشكلة، ولازم كلنا نتعاون ونكمل الادوار عشان الصورة كلها تبقى حلوة ومكتملة. خلينا نروح للتقرير الاخير في هذه الحلقة ونرجع لحضراتكم، خليكم معانا. من قرية كفاح في اسكندرية مكملين طريق الخير، واحنا النهاردة في بيت بسيط مع ناس جميلة منهم عم أشرف. احنا في بيته النهاردة هيحكي لنا هما محتاجين لإيه وظروفهم عاملة ازاي وهما نفسهم يجيبوا خاطرهم ازاي. والله انا بعاني من موضوع المية بقالي دلوقتي 15 سنة قاعد في البيت. 15 سنة كل يوم بوصل وصلة مية من عند جاري، بملى انا وزوجتي وعيالي بالجراكن وبالحلل. في يوم الاقي نفسي ان انا عايز مثلا ميه، محتاج ميه بالليل ما لهاش، ابيت لتاني يوم، اصبح الصبح اروح شغلي من غير حاجه، غير ميه، من غير ما اشطب اغسل وشي. محتاج يعني اي حد يدخل لي وصله ميه، لان انا بصراحه ربنا ما معيش ان انا اجيب عداد او اوصل ميه. او العداد بكام تقريبا عشان يوصل؟ والله انا ما اعرفش، بس هو ممكن يوصل 10,000 جنيه او 7,000 جنيه. ما معيش المبلغ ده ان انا اجيب. اشتغل في الزراعه يوم ويوم لا. انا بقالي دلوقتي 10 ايام قاعد ما اشتغلتش غير في يوم واحد ب 70 جنيه. وظروف الشغل بتاعت الزراعه تبقى نظام مواسم. نظام مواسم، ممكن النهارده شغال بكره قاعد، حسب ظروف الشغل في الاراضي. وانا ما اقدرش اضغط على حد ان هو يجيب لي حاجه هو مش في مقدرته. وانا بتمنى من ربنا ان حد يساعدني ويجيب لي ميه، لان انا متبهدل في الميه انا وعيالي وزوجتي. وبنعاني من الموضوع الماء ده كتير يعني.
لمؤسسة نبض الحياة بتعمل وصلات المية بمساعدة أهل الخير، وإن شاء الله في أقرب وقت هيكون وصلة الخير عندك هنا في البيت وكلنا جزاكم الله خير إن شاء الله. جزاكم الله خير، ربنا يكرمك وربنا يجعلهم في ميزان حسناتك يا رب. ربنا يكرمك، ربنا يعزك. يعني لكل أهل الخير إحنا عايزين نفرح كلنا ونفرح أهل البيت ده، بقالهم 15 سنة، 15 سنة ما عندهمش مية حلوة، 15 سنة نفسهم يفرحوا، 15 سنة مش هنخلي ست تشيل مية ولا تخبط على جار ولا تسأل حد. يعني إحنا هنكون كده وسط خير بينكم اللي إحنا نيسر على كل مواصل إن شاء الله، ودايما مع بعض في طريق الخير. هذه الحلقة مع مزيد من التفاصيل، مع مزيد من توضيح الصورة. شيخ أحمد، يعني كل ما الصورة وضحت كل ما كان هذا داعي ومحفز لأهل الخير على المبادرة والسرعة. يمكن عايز أقول لحضرتك احنا بنتكلم دلوقتي وبنستحث أهل الخير، فممكن أحد المشاهدين يقول طب ما أنا كنت مثلا قاعد امبارح ولا الأسبوع اللي فات وسمعتكم برضو بتستحثوا أهل الخير، طب أنتوا بتعملوا كده ليه؟ وليه بتكرروا كلامكم؟ وليه دايما كل يوم تجيبوا لنا تقارير جديدة وتعرضوا علينا حالات جديدة؟ ليه الكلام ده كلاته؟ نقول علشان إحنا محتاجين السرعة والمبادرة لعمل الخير ده عشان نخفف العبء عن اخواتنا دولت في اسرع وقت وفي اول وقت او اول فرصه تليح لنا، ونقدر ان احنا من خلالها نخفف عنهم هذا العبء. ويمكن انا وانا بستلهم هذا من كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وسيدنا النبي كان دايما من عادته وانه يعيد الكلام مرات، يكرر الكلام المره بعد المره. ايوه، طب ليه؟ لأن برضو بقول ويمكن حضرتك أعلم بذلك أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. يعني ممكن واحد من إخواننا مثلا نذكره بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث سنة رسول الله، فالقلب مش مفتوح دلوقتي، ربما سمعها بأذنه ولم يسمعها بقلبه. نعم، القلب يعني مش مفتوح دلوقتي بس لما يسمعها تاني وينشرح صدره بها ولها. نعم، شوف بقى شوف بقى لما يكون لما سمع مره وسمع اثنين وبعدين في لحظه من اللحظات كده ربنا سبحانه وتعالى يحصل تجلي، فتح قلب، يحصل التجلي. انا بيحضرني في ذلك سيدنا الامام الفضيل بن عياض رضي الله عنه وارضاه. الفضيل بن عياض، شوف الامام الجليل عظيم القدر رضوان الله تعالى عليه، كان له قصة جميلة قوي ومحدش يتخيل. أول ما قول الفضيل بن عياض إن هو اتولد من بطن أمه عالما، لا، ده كان له حال، نسأل الله لنا ولكل المسلمين السلامة والهداية. كان له حال قبل ما ربنا يشرح صدره الهداية. يعني الفضيل ما اتولدش عالم، ده الفضيل كان بيلعب وكان بيلهو وكذا وكذا مع أهل الطريق، ولكن في لحظة كده وهو ماشي سمع قارئ في ليل يتلو قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: فتسمرت قدماي على الدرج. أول ما سمع الآية حاله تغير، وربنا كان فتح القلب. خلاص اتحول من حال إلى حال حتى صار إمام للأئمة. فإحنا بنقول إن أنت وإنت بتسمع النهاردة آية من كتاب ربنا أو حديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله ربنا يكون فتح قلبك لنا والأهل الخير إن أنت تقدم لهم المساعدة، وإن أنت ما تتأخرش عنهم، وإن أنت تتصل بينا دلوقتي على الأرقام اللي موجودة قدامك، وإن مؤسسة نبض الحياة تبقى لها نصيب من الخير ده معاك وهي بتدلك عليه إن شاء الله تعالى. لا، وإنت مع يعني مع مؤسسة نبض الحياة ومع برنامج أما بعد وبتشوف التقارير، وفي مرة كده هتشوف التقارير بعد أنت ما تساهم والسادة المشاهدين يساهموا والسادة المتصدقين يساهموا والسادة أهل الخير، وبعد كده شيئا فشيئا خطوة بخطوة ترى تقارير الفرحة والبهجة
والسعادة، وإن اللي كنا بنعاني منه بمساعدة شركات المية، بمساعدة المؤسسات الرسمية، بوجود مؤسسة المجتمع المدني، مؤسسة نبض الحياة كمؤسسة من هذا المجتمع، مجتمع أو مؤسسة المجتمع المدني، ده بيخليك تفرح، تفرح أكتر وأكتر. فإحنا ليه بنعرض، نفضل نعرض تقارير اللي فيها الاحتياجات بتاعتهم؟ لأن إحنا محتاجين وهم محتاجين، حتى تكتمل الصورة نروح أعرض لكم بقى النتائج المبهرة المذهلة. نعم، وديت إن شاء الله برضو بنعملها لما بننزل مكان وبنشوف المعاناة، وبن ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا وبيوفق أهل الخير إن هم يقدموا له المساعدة، وإن هم يعني يدخلوا عليه الفرحة ويدخلوا عليه البسمة. بننزل برضو تاني نصور مع نفس الأشخاص عشان نشارك أهل الخير فرحة هؤلاء. كده بنقول لحضراتكم تابعونا دايما، خلوكم معنا دايما، اتفرجوا على أما بعد، مش عشان تشوفوا حسن الشاذلي ولا تشوفوا الشيخ أحمد، لا، عشان تشوفوا أعمالكم أنتم ونتائج الأعمال اللي بتشاركوا في إتمامها ورسم البسمة على هذه الوجوه التي أتعبتها الحياة. خلونا نقول لكم إلى اللقاء، وبشكر الشيخ أحمد ممدوح الداعية الإسلامي، ونلتقي إن شاء الله على خير في حلقة قادمة من أما بعد. إلى اللقاء.